إلى تواصل العديد من المعارض كالمعرض المنظم بالكاليتوس حضر فيه في يوم الافتتاح يوم الأمس الزميل محمد قيس. من أجل دفع النشاطات الحرفية النسوية إلى إنتاج مختلف المواد الاستهلاكية، نظمت بلدية الكاليتوس برعاية من ولاية الجزائر معرضا تقليديا لإبراز هذه المهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. هذا النشاط أساسا يهدف إلى إظهار المرأة الحرفية حتى تجي وتبين الصناعة تاعها والعمل تاعها اليدوي، تخرج من البيت باش تبين وشنو هو العمل، هذا العمل اللي تخدمه في بيتها يبان، نستفادوا منه جميعا كنساء وحتى يعني المجتمع كله يقدر يستفاد من هذه الصناعات اللي تقدمها المرأة. وراح تمروا إن شاء الله على هذا المعرض وتشوفوا نوعية الأنشطة اللي تقدمها المرأة الحرفية الماكثة بالبيت. سقنا هذا المعرض المتواضع يعني لأنه نعرف أن السيدات الحرفيات يعني يقدروا أنامل تاعهم ما شاء الله يعني ينتجوا أمور يعني ما شاء الله، لذلك يعني إحنا اليوم بصدد تكريمهم على مستوى البلدية والولاية. صناعة الحلويات واللباس التقليدي مهن حرفية تشكل استمرار والحفاظ على التراث المادي والمعنوي. فرصة جيدة للمرأة الجزائرية أنها توري واش تعرف الدير، تبرز القدرات تاعها وتوري واش تعرف الدير. والمرأة الجزائرية كما تعرفوها ماشي كما النساء العالم، هي مرأة فريمون تخدم تبدع تشارك في كل المجالات. أنا نعلم في الدار، شغل عندي متربصات بون، مع لو كنت نعلم في مركز التكوين المهني كي حبست وليت نعلم في داري، راني نعلم في الدار. ما حبيتش زعما الصناعة تاعي كما نقولوا عندي 15 سنة ولا وأنا معاها تقعد عندي، شغل حما نبدا بيا واش تعلمت أنا نعلمو البنات وحد آخرين. هذه بريزونتي باش نبينو واش نخدمو واش نديرو، ودانسيتي لي فام باش يبينو لو غيف ولو باسيون باش يوروها ويخدموها. شاك فام اللي تحب دير عفسها وعندها عفسها حرفة تبينها وديرها وتشارك بها. نمد فيها الأجيال وإن شاء الله ندير، راح ندير لوكال إن شاء الله بربي ونعلم إن شاء الله البنات الحرفيه، ان شاء الله هذا الحرفيه وهذا التقاليد تاعنا ان شاء الله ما يتنحاوش، وان شاء الله الدراري ان شاء الله البنات الماكيت البنات اللي واسو يجوا ان شاء الله نشاركوا معاهم وان شاء الله يكونوا يخدموا ان شاء الله اليد العامله ان شاء الله، ان شاء الله الحرفه تاعنا ان شاء الله ما تروحش. النشاط الجمعوي النسوي أداة فعالة لتنمية الإنتاج المحلي في طابعه التقليدي، فاليوم العالمي للمرأة التفاتة تقدير واحترام للمرأة الجزائرية. شكرا للزميل محمد قيس من هذا المعرض المتواصل ببلدية الكاليتوس.